دي انا حابب اتكلم عن برنامج المتطوعين ان هو اللي بيدير المعرض كاملا السنه دي. عندنا تقريبا في حدود 580 متطوع بيشتغلوا في كل حاجه في المعرض. 580 متطوع بيشتغلوا في كل حاجه في المعرض، من اول البوابات بار، استقبال فسحات ودخول الناس في الطوابير، حتى ابواب الصالات والانفورميشن ديسك موجودين عليه. كمان في داخل الصالات هنا ليهم وقود قوي جدا في متابعه او توجيه الساده الزوار والضيوف للمعرض.